اهلا وسهلا بكم يا صحابي وصاحباتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هوريكم رسومات صاحبتي الفنانه الجميله يسرى يسري. دي رسوماتها جميله جدا، هتشوف رسوماتها قد ايه هي موهوبه قوي وحساسه جدا وانسانه راقيه جدا. تسلم ايدك بجد يا جماعة. يسرى أقرب صديقة ليا، مش بس صديقة، أخت توأم روحي، دايما مش بنسيب بعض ودايما مع بعض. ما ينفعش يعدي يوم علينا وإحنا مش بنكلم بعض. أنا ساعات بحس إن إحنا واحد، تفكيرنا واحد، أسلوبنا واحد. ربنا يديمك في حياتي وتفضلي معايا طول العمر. عايزة اقولك اني بحبك جدا، بحبك قوي بجد، وبحب فنك يا جماعة. يسرى كمان بتعمل شغل هاند ميد، ده شغلها، وان شاء الله بتفتح مشروعها الخاص بيها مرسم. فلو سمحتوا من فضلكم اللي يتفرج على الفيديو ده ياريت يدعي لها، ربنا يوفقها ومن نجاح لنجاح، ودايما ان شاء الله مبسوطة وفرحانة وسعيدة. انا بتمنى لك بجد الخير، ونفسي اشوفك فرحانة جدا وسعيدة. وانا يعني دايما بقولك ان شاء الله مش هتلاقي في الدنيا دي غير الخير، وربنا يبعت لك كل الفرح وكل السعادة، عشان انت بجد تستاهلي خير الدنيا كله. بحبك قوي مرسم يسرى.